مساء الخير. كعربات القطار المتصلة، ما إن تظهر مشكلة حتى تلحقها مشكلات كثيرة، من أزمة الدولار إلى أزمة الرئات المتعبة، أزمة الأنفاس والأوبئة. نرفع الصوت عالياً تحذيراً من كارثة تكبر في مجتمعنا، خصوصاً إنها تطال الأطفال، أو كأنما ينقصنا أزمات إضافية. ماذا يجري بشأن البكتيريا التي قيل إنها تعطل مفعول المضادات الحيوية؟ وكيف يمكن تجنب الإصابات؟ أين هي المسؤوليات؟ الليلة نطرح هذه العناوين المرتبطة بدراسة جديدة مفادها أن 18% من الأطفال اللبنانيين يحتضنون بكتيريا مقاومة للالتهابات. ضيوف الحلقة: البروفيسور عصمت قاسم في العلوم الجرثومية والغذائية في كلية الأغذية والعلوم الزراعية في الجامعة الأمريكية، الدكتور إلياس إبراهيم مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، وأيضا ستنضم إلينا الدكتورة إليسار راضي مديرة البرامج الصحية في منظمة الصحة العالمية في لبنان. مساء الخير دكتور إبراهيم. مساء النور. دكتور إبراهيم، طبعا معنا أيضا البروفيسور عصمت من أمريكا. يعطيك العافية بروفيسور. مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيوفك. يا هلا بروفيسور. قبل ما نغوص بتفاصيل عنواننا اليوم، رح نشوف سوا هيدا التقرير الافتتاحي. 18% من أطفالنا يحملون بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، إنها ثاني أعلى نسبة في العالم بعد بوليفيا بحسب دراسة حديثة. أظهرت أن نسبة تفشي هذه البكتيريا في لبنان قد تلامس 30%، يعني ذلك أننا أمام العودة إلى ما قبل ظهور المضادات الحيوية، بحيث يتحول كل عمل جراحي أو طبي لعبة مع الموت. ففي دراسة جديدة أعدها فريق بحثي برئاسة البروفيسور في العلوم الجرثومية والغذائية في كلية الأغذية والعلوم الزراعية في الجامعة الأمريكية عصمت قاسم في مختبر ميكروبيولوجيا الغذاء في الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع جامعة جورجيا الأمريكية، وشملت 72 طفلا من دور حضانات في 5 مدن: بيروت، صيدا، طرابلس، الشويفات وجوني. تبين بعد إخضاع حفاظاتهم لفحص بكتيريا إيكولاي أن 13 منهم يحملون جينات MCR، وهذا الجين مقاوم لكل المضادات الحيوية بما فيها الكوليستين، أحد أكثر المضادات فعالية والذي يتم اللجوء إليه عادة بعد فشل بقية المضادات، ويعرف بالملاذ الأخير في الحالات المستعصية. وتشير التقديرات إلى أنه بين عامي 2010 و2017 تضاعفت نسبة استخدام هذا العقار في لبنان 5 مرات نظرا إلى أهميته بوصفه إحدى أهم وسائل معالجة الالتهابات. وهنا مكمن الخطورة، ذلك أن خسارة هذا الدواء كما غيره من المضادات الحيوية لفعاليته يعني العودة إلى عصر ما قبل ظهور المضادات، وأن الأمراض التي كان يمكن علاجها بالمضادات ستعود مرة أخرى أمراضا مميتة. بمعنى أن كثيرا من الإجراءات الطبية مثل العمليات القيصرية وزرع الأعضاء والعلاج الكيميائي قد تصبح محفوفة بالخطر. وتصف منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية بالوباء الصامت، واعتبرتها في دراسة نشرت عام 2016 واحدا من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية، وقد تسبب بوفاة نحو 10 ملايين شخص سنويا بحلول سنة 2050. الدراسة وفق معديها استندت إلى تقنيات علمية حديثة أتاحت تحديد مصدر البكتيريا في البيئة والطعام، وأن العينات أخذت من حضانات مرخصة من وزارة الصحة وتتمتع بمعايير التزام وكفاءة أعلى من غيرها، وحيث يفترض أن نوعية الأطعمة وآلية حماية الأطفال هي الأفضل. لذلك يخلص أن هذه الأرقام تعطي مؤشرا على ارتفاع كبير في نسبة تفشي جينات المناعة لدى بقية الأطفال في بقية الدور، وخصوصا التي لا تلتزم بالشروط الصحية، وبالتالي في بقية المجتمع. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأفاضل، يعني قبل ما نشوف رأي منظمة الصحة العالمية مع الدكتورة إليسار راضي مديرة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية بلبنان، رح نروح إليك بروفيسور قاسم لتخبرنا. يعني شفنا بالتقرير هناك دراسات متلاحقة مترابطة عم تحكي عن هيدي الأزمة، ماذا كشفت هذه الدراسات في لبنان؟ نحن بلشنا تقريبا من 2017 كان عم نتطلع على مقاومة المضادات الحيوية بالسلسلة الغذائية بلبنان وبالبيئة. واحدة من الأشياء اللي لاحظناها أنه بلبنان في بتجارة الأدوية اللي بتستعمل للحيوانات كان في 12 مركب يستخدم في بقلبه مادة اسمها الكوليستين. الكوليستين هو مضاد حيوي مثل ما تفضلتوا،
بيقولوا عنه الحل مضاد الحيوي الملاذ الأخير. ليه؟ لأنه بيستعمل للحالات المستعصية، لما بتفشل المضادات الحيوية الثانية بنلجأ له لنستعمله. فإذا فشل هذا المضاد الحيوي بيكون المريض عرضة لأخطار كتير كبيرة، ممكن حتى تؤدي لفشل العلاج كليا. فمن هونيك قررنا أنه نتابع وجود هذه الجين على اسمه MCR، على هو بيسبب المناعة ضد الكوليستين، وكيف بيتنقل بين البشر وبالبيئة بلبنان. اللي اكتشفنا أنه وجدنا نسبة عالية من هذه البكتيريا اللي حامل لهذا الجين المضاد للكوليستين بمزارع الدجاج، بمياه الري، بمياه البحر، وبمخيمات اللاجئين السورية، وحتى بمزارع أسماك النهرية. والنسب كانت ببعض الأماكن من الأعلى عالميا. فكان من الضرورة أنه نطلع طيب شو الوضع عند البشر، فأين نبلش؟ عند الأطفال، لأنه كمان مثل ما تفضلتوا أنه الأطفال نحن نعتني فيهم بغذائهم أكثر من غيرهم، لأنه وتكررنا نستعملهم كنوع من الدليل. طيب شو الوضع بالبشر؟ لأنه هذه الفئة المفروض تكون الفئة المحمية الأكثر بالمجتمع. فأخذنا عينات من الشمال إلى الجنوب، من طرابلس إلى صيدا، ل 72 طفل. من هول 72 طفل، من عينات من الحفاظ، قدرنا نعزل إيكولاي اللي هي بكتيريا وفيها هذا الجين المقاوم للكوليستين. وهذا الجين المقاوم للكوليستين خطورته انه متنقل، يعني اذا عزلناه من الإيكولاي من بكتيريا وحده معينه، هذا ما يعني انه بيضلوا بنفس هذا البكتيريا، لا، بنتقل لبكتيريا تانية ممكن تكون اخطر من الإيكولاي، مثل كلابسيلا، مثل بسودومونس، مثل اسنتوباكتر. فاذا وهيدي شغله كثير خطره، شغلة بحاجة لاهتمام كتير كبير. لأنه أنا في مثل دائما بعطيه، أنه دراسات مماثلة صارت بالعالم، لقوا عينة وحدة بخنزير وعينة وحدة فقط ببشر، تحركت ثلاث منظمات فيدرالية وأعلنت حالة أزمة. ومنظمة الصحة الدولية بتقول عن هيدا الكوليستين بالضبط، وعن المقاومة للكوليستين بتقول عنه بالضبط انه هيدا is highest priority critically important for human medicine. فاذا اذا انتشر هالقد عنا بالبيئة وبسلسلة الغذاء وبالبشر، ففي عنا أزمة حقيقية. شو هن الحلول؟ من الحلول هي توقيف الاستعمال الغير المرخص، منع استعمال الكوليستين إلا للبشر. يعني هلا في هذه القوانين استعملت بعدد من البلدان مثل الصين واليابان وغيرها، وتبين انه الارقام بتنزل مجرد انه اوقفوا استخدام الكوليستين بطريقه غير مشروعه بالمزارع، في منه حذروه كليا. الوضع جدا خطير بالنسبة للوضع الصحي، لأنه إذا مثل ما تفضلت وقلت، إذا عم نستعمله نحن للعلاج بالمستشفيات وزاد خمس مرات من 2010 ل 2017، يعني نحن بحاجة له. حسب تقديراتنا بال 2017 الكوليستين للاستخدام البشري تم لعلاج 3000 حالة مستعصية أو حالة بحاجة للكوليستين. فتخيلوا إذا فقدنا فعاليته لهذا الأنتيبيوتيك، لهذا المضاد الحيوي، شو ممكن يصير؟ نعم. فنحن انطلقنا من هذه الناحية، واستعملنا تقنيات كمان حديثة مثل الهول جينوم سيكونسينج لنقدر نعرف مصدر هذه البكتيريا اللي لقيناها بالأطفال. طلع عنا أنه مصدر هذا البكتيريا مرتبط بسلسلة الغذاء، وفي منها مرتبط بالدواجن. بس بدي أوضح شغلة بسيطة، نحن ما عم نقول إنه تفضلي، نحن رح نحكي بالتفاصيل أكثر، ولكن اسمح لي بس لأنه حضرتك ذكرت كذا مرة منظمة الصحة العالمية، ونحن بنعرف أنه سبق ونشرت تقارير سنة 2016 وأيضا عناوين عريضة تحذر من استخدام أدوية الالتهابات وطبعا مضادات الحيوية بشكل مفرط. خلينا نشوف دكتورة إليسار رادي، مديرة البرامج الصحية في منظمة الصحة العالمية في لبنان، شو رأيها بهذا الموضوع؟ مساء الخير دكتورة إليسار. مساء النور لك وللمشاهدين وللدكاترة اللي معك. يا أهلا إذا بتسمحي لي أنا نعم تفضلي. تفضل
دكتور أليسار، سمعنا بروفيسور قاسم يعني عم يحكي عن قديه خطورة أنه الجسم يقاوم هيدي أدوية العقاقير. منظمة الصحة العالمية لطالما حذرت من أنه هيدا الموضوع هو من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية. برأي حضرتك طبعاً ومنظمة الصحة، ما هي الأسباب العلمية والعملية لهذا التحذير؟ رح أقول لك شغلة. أولاً بمقاومة الجراثيم للأنتيبيوتيك، هيدا موضوع له أكثر من 20 سنة محطوط على الأجندة الدولية، وبلبنان بالأخص هيدا موضوع نحن كتير عم نحذر منه، وحتى دعمنا وزارة الصحة لاستحداث برنامج بوزارة الصحة اسمه Anti-Microbial Resistance Program، وفي استراتيجية طويلة عريضة، وفي شغل كتير كان مع وزارة الزراعة بالتحديد لترشيد استعمال الأدوية بالمزارع يلي بتهتم بالحيوانات ضمن السلسلة الغذائية. وفي عنا شغل كمان مع الـ FAO منظمة الأغذية الدولية ومنظمة دولية للثروة الحيوانية. هلأ هيدا أكيد نحن كمنظمة دولية في خطة كمان عالمية بتلحظ أمور متعددة، أهمها يلي هلأ بلش ينعمل شوي أكتر بلبنان هي مراقبة تطور المقاومة الجراثيم للأنتيبيوتيك اللي موجود. هلأ ليش هالجراثيم عم بتقاوم؟ أكيد في سوء استعمال بسلسلة الغذاء خاصة بالدواجن والمواشي، في سوء استعمال كتير كبير، ورح نحكي شوي على الكوليستين بالتحديد لأنه صار في شغل عليه حتى بلبنان. عندي كمان سوء استعمال الأدوية من قبل الناس. نحن عملنا دراسات مع جامعة لبنانية تبين أنه تقريباً 60% من الناس بلبنان بيروحوا بياخدوا دواء، بيشتروا دواء من الفرماشاني بلا ما يكون أنتيبيوتيك، بلا ما يكون في أول وصفة طبية، وبلا ما يكون في ب90% من الحالات داعي لذلك. منعرف أنه الفرماشاني كمان منه لحاله بيوصف مش دواء واحد، دوايين وثلاثة من عدة فصائل للأدوية. ومنعرف كمان أنه بالمستشفيات وعملنا دراسة في استعمال زائد للأنتيبيوتيك لحالات مش دايماً بيكون هي بحاجة أنه تاخد أكتر من أنتيبيوتيك، أو حتى أوقات ما بدأ أنتيبيوتيك أبداً. يعني في عندي أرقام إذا ما بعرف، وفي أعذار انعطت من قبل الناس يلي بيروحوا بيجيبوا دواء بقلك أنا بدي أوفر وقت، أو أنا ما معي أدفع للحكيم، أو أنا برتاح أكتر باخد وبعطي أكتر مع الفرماشاني. يعني هيدي إشياء أمور ثقافية contextual مرتبطة بالوضع اللي نحن عايشين فيه. هلأ نحن كمنظمة صحة عالمية مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة، بفتكر دكتور إبراهيم ياس رح يقلك هالشغل، في مشروع اسمه One Health، الصحة الواحدة، يلي هي هو المشروع بيعنى بالأمراض التي تنتقل من الإنسان إلى الحيوان، أو بين الإنسان والحيوان بتكون أمراض مشتركة يلي هي بيقولوا لها zoonotic diseases. هيدي أهم شيء يمكن فيها غير إنه الجراثيم اللي بتنتقل بين الإنسان والحيوان هي هالأنتيبيوتكس يلي بيبقوا بالدواجن أو باللحوم يلي نحن أو بالسمك يلي بناكله، بيبقى هالريزيديو بيبقى كميات بقلب اللحم اللي عم ناكلها أو السلسلة الغذائية، وبيصير جسمنا نحن معوض على هالأنتيبيوتيك، والبكتيريا اللي نحن عم ناخدها شوي شوي بتتعود إنه هي ما بقى بدها ما بتتفاعل مع هالأنتيبيوتيك. في ممارسات كمان. نعم. قد ايه خطر هيدا الشيء انه جسمنا يتعود وما بقى يقاوم هيدي المضادات؟ هيدا خطر جدا، خطر جدا. في دراسات بلبنان، بس لقلك استكمالا لدراسات دكتور قاسم، في دراسات انعملت بلبنان 16 مستشفى على 59 ألف عينة، انعملت بمجموعة من الأطباء على مقاومة الأنتيبيوتيك للجراثيم الأكثر شيوعا بالمستشفيات. الأرقام بتفزع، بتخوف. يعني نحن قادمين على مشكلة صحية خطيرة جداً بلبنان إذا قصة الأنتيبيوتيك لم تضبط بالثروة الحيوانية بسلسلة الغذاء، ولم تضبط كمان عند الإنسان، لأنه هاللي عامل جريب عادي وبلش ياخد أنتيبيوتيك بتطالع وبالنازل وبيغير الأنتيبيوتيك وبياخد 3 حبات وبيوقف لأنه الجريب بيضاين 3-4 أيام وبيصح الواحد. في عدة أمور
ممارسات وممارسات خاطئة، وكمان ما في مراقبة، ما في مراقبة أبداً. يعني ممنوع ولا حدا يستعمل الكوليستين بلا إذن، مش من شخص، من لجنة بتقرر استعمال هيدا الدواء أو لا. هيدا معايير عالمية، يعني هيدا مش الواحد بيقرر هو إنه يلا بتعطيه نقطتين ثلاثة أو حبتين ثلاثة أو بتضوبي له كم حبة وبياخدها الحيوان. سو هيدا شيء خطير، ونحن عم نحذر منه من سنة 2013 وقت بلشت الأرقام بلبنان تعطينا إنذارات متتالية. أنا بحب أقولك هيدا مشكلة الإيكولي، الريزيستنت إيكولي، هي مشكلة كمان بالبيئة، لأنه نحن كمان ما عنا نظام إصحاح جيد. عنا مجرير مفتوحة، عنا مخيمات عشوائية بتتنقل هون وهون وهون، وكل هالبكتيريا اللي كانت عند شخص واحد يمكن محصورة عم تنتقل عبر هالمياه، على المياه الجوفية عم نشربها. لأنه نحن كمان في دراسة بتقول إنه عنا بس تقريباً 50% من البيوت بلبنان، لا سيما بمدينة بيروت، بيوصلها مي سليمة للشرب أو للاستعمال، والمي ملوثة اللي عم نشربها، وملوثة بهالبكتيريا هيدي يلي الأرجح حاملة جينات تقاوم الأنتيبيوتكس. سو هيدا نحن عم نحذر منه، وعم نجرب يعني تكون الجهات المعنية متفاعلة أكثر مع خطورة الموضوع. طبعاً الإمكانيات بلبنان ضئيلة، ضبط الأدوية هو موضوع حساس وشائك، ضبط استعمال الأدوية من قبل الفيترينير، من قبل اللي عنده مزرعة، أو من قبل الطبيب، أو من قبل الشخص، أو من قبل الفرماشاني، منه موضوع سهل بلبنان بقى. نعم. أنا بحب ضم صوتي لصوت دكتور قاسم، وحذر كتير بلهجة يعني شوي عالية، إذا بدك أقوى، إنه بس نخلص نحن من الكوفيد بدنا نبلش. يمكن قبل ما نخلص من الكوفيد لازم هلأ، لازم من 10 سنين كنا نبلش نحن نهتم بموضوع مقاومة البكتيريا للأنتيبيوتيك. نعم. دكتورة أليسار رادي، يعني حضرتك من موقعك كمديرة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية بلبنان، كلمة أخيرة للأشخاص اللي عم تسمعك. أنا بحب أقول للناس إنه كل شخص بيبدأ بحاله بيوقف الاستعمال العشوائي للأنتيبيوتكس، هيدي أول شغلة. بحب كمان ناشد كل اللي بيشتغلوا بالقطاع الزراعي ضمن سلسلة الغذاء، هيدا موضوع ما بيحمل استلشاء، هيدا موضوع ما بيحمل إهمال، ما بيحمل إتاب وقفت علي. يعني هيدي دايما الجملة يلي بالتوعية اللي بنكون نحن عم نعملها مع وزارة الزراعة، شو وقفت علي، شو رح تأثر حبتين ثلاثة رح تتفاعل وتأثر وتعمل مشكلة صحية عامة ما رح فينا نضبطها إذا فلتت من إيدينا. هيدا بليز المسج يلي يعني بيشد وبحب أكد عليه. وبركي أكيد أنا الدكاترة كمان بفتكر طبعاً رح نستكمل الحديث معهم أكيد بشكل مفصل أكثر. دكتورة أليسار رادي، شكراً جزيلاً لحضرتك. شكراً لكم. شكراً دكتور إبراهيم. يعني سمعنا دكتورة أليسار عم بتناشد وتقول قدي المزارع لازم يدير باله شو عم يحقن هيدي الدجاجة، شو عم بيشربها، كيف عم يدير باله عليها، يعني بالنهاية ده كله مردود على صحتنا رح يرجع. شو بتقولها دكتورة أليسار؟ وشي بدي تشكرها دكتورة أليسار على التوضيح كمان اللي حكيت عنه، وبحيي ضيفنا كمان دكتور قاسم. أنا بس بدي أقول مزبوط اللي كانت عم تحكي عنه، بس لكفة عن الموضوع قصة الـ AMR أو الـ Antimicrobial Resistance اللي حكيت عنه دكتورة أليسار. هذا لنا فترة بلشنا فيه، من ضمن لأنه WHO يعني منظمة الصحة العالمية، والـ OIE منظمة العالمية للصحة الحيوانية، والFAO هي كلهم عم بيشتغلوا على الموضوع، لأن الموضوع قديم وخطير وبيشمل كذا أنتيبيوتكس أو مضادات حيوية وليس فقط كوليستين. ونحن في تنسيق على طول عم نعمل، كنا حتى نعمل وركشوبات ومؤتمرات على هالموضوع هيدا لموضوع ترشيد استعمال المضادات الحيوية. هلأ لننطلق من إذا عم نحكي عن موضوع الترشيد، الكلمة اللي قاليتها مزبوط، هي بالفعل
عندنا سوء الاستعمال هو بتكافح أكتر شيء بموضوع الترشيد. ليش عم نحكي على الترشيد؟ لأنه هالمزارع بس بده، مش بس عم نحكي على المزارع، بدنا نحكي نقطة مهمة كتير هي موضوع العالم. يعني كلنا بنعرف قالت إنه واحد بيروح على الصيدلاني بيروح بلا رشدة بلا شيء، غير عنا على الفوتشين يلي الحيوانات يلي تستعمل بالسلة الغذائية أو للاستهلاك. نحن عم نحاول قدر المستطاع مع حتى نقابة الأطباء البياطرة، لحتى مع الأطباء الباطنيين، نحاول قدر المستطاع ما يوصفوا الأدوية البيطرية وخاصة المضادات الحيوية إلا بموجب رشدة. بس ما فينا ننكر أنه في عنا مشكلة بموضوع هي الترشيد. يعني عندك الأشخاص لتقنعيهم غير المينتاليتي أنه ما لازم نستعمل إذا ما في ضرورة لهالشي. يعني مثل بحيلة دولة أو بأوروبا فرضيا، حتى في دول عربية وخليجية بتروح إذا وجعوك زعيمك بتروح لتشتري أنتيبيوتك بيقولك لا أعطيني رشدة الحكيم. من هالمبدأ هيدا في عنا عم نحاول قدر المستطاع. نحن كنا عنا كتير ورشات، يعني ورش إرشادية للمزارعين وما وصف أدوية عن بجنب. ليه؟ لأنه مش بس نحن بنحاول نشرح الوضعين، غير انه التأثير على الريزيستنس عندك موضوع كمان رفض منتجات تبعه الحيوانية. يعني بنعرف مثلا مصانع الحليب يعملوا التس اذا كان في ريزيديو للحليب قلب، ريزيديو للانتيبيوتكس او مواد تانية بقلب الحليب بتنرفض، ولا اللحوم كمان، غير انه بتطلع يمكن بتأثر على الريحة او على نوعية اللحوم. يعني هيدا عم بينشغل، بده وبدنا كتير بعد شغل بهالموضوع هيدا. وأساسا داخل ضمن خطط استراتيجية وزارة الزراعة اللي هو الترشيد والإرشاد للمزارع، وحتى يعني كمان للمستهلك يعرف يقرأ ويعرف على الليبل شو فيه أو على المنتجات الأصل الحيواني والنبات. نعم دكتور إبراهيم، رح نرجع لبروفيسور قاسم. بروفيسور قاسم، يعني كنا من شوي عم نحكي عن هيدي الدراسات لحضرتك أيضا والفريق المختص قمت فيها، وعم نحكي عن استخدام عقار الكوليستين طبعا بحسب الدراسات اللي قمتوا فيها بمزارع الدواجن بلبنان، انه هي ما عم تستخدم بشكل لائق وبطرق غير خاضعة للرقابة. دكتور قاسم، بدنا من حضرتك لو سمحت تستكملنا الحديث عن الدراسة اللي بدأت فيها من شوية. كنت عم تحكينا عن جين يعرف باسم الـ MCR، وهو يعتبر مقاوم لكل المضادات الحيوية بما فيها الكوليستين. فيك لو سمحت تخبرنا أكثر عن هيدا العنوان؟ أكيد. هلأ أنا بدي ألفت النظر للشغلة الدكاترة تفضلوا قالوها، لازم ألفت النظر أنه الكوليستين غير متوفر بالصيدليات للاستعمال البشري. يعني إذا أنا بروح على صيدلية بلبنان بطلب منه كوليستين، مفروض أنه ما لقي عنده كوليستين، هذا يستخدم فقط بالمستشفيات حسب وزارة الصحة. كان عم نحكي عن أدوية الالتهابات. أي هو الكوليستين هو دواء التهابات صح. إن الدكاترة تفضلوا إنه استعمال البشر بلبنان للمضادات الحيوية مش مزبوط صح 100%، بس الكوليستين بالأخص منه موجود، منه متوفر بالصيدليات، متوفر فقط بالمستشفيات حسب وزارة الصحة. فعشان هيك كنا متفاجئين إنه لقينا هدول المنتجات اللي هني عم بيسوقوهن بعض اللي بيبيعوا أدوية لزراعة الحيوانات أو لتربية الحيوانات بلبنان. فنحن لقينا 12 برودكت بالسوق في بقلبهم هذا الكوليستين اللي مفروض للاستعمال البشري. لقينا 12 برودكت، وهول البرودكتس كان الوصف تاع المكتوب عليهم الوصفة كانت غلط. يعني الكوليستين بيقطع بس مع بكتيريا معينة، هي بكتيريا بنسميها جرام نيجاتيف. إذا بتقري الدواء مكتوب إنه فيك تستعمله للجرام بوزيتيف. الكوليستين بيستعمل ببعض أنحاء العالم مع الدواجن لتطهير المعدة. لقينا أنه بيستعملوه بلبنان حسب الدواء شو مكتوب على الدواء، وهذه أشياء منشورة يعني مش عم شي جديد، نشرينا من 2018 عم يستعملوها لعلاج الريسبيراتوري ديزيزز الأمراض الرئوية بالدواجن. فهدول نحن اللي عم نقوله انه نحن انه طبعا وزاره الزراعه نحن بنوجه لها تحيه، بنوجه تحيه لكل المعنيين اللي عم يشتغلوا على هذا الموضوع. اللي عم نساله انه ليش هدول البرودكتس، ليش هدول المنتجات اللي فيهم كوليستين متوفرين بالسوق، وليه ما في قانون بحد استخدامه؟ ليش عم نسال هذا السؤال؟ لانه حسب ابحاثنا اللي كمان نشرناها بال2018، وهذه الابحاث على فكره تواترت، يعني صار في هلا مجموعات تانية بلبنان عم يشتغلوا مع فرنسا اثبتوا الشيء اللي نحن عم نقوله بالضبط.
لما عملنا تحاليل بمزارع الدجاج اخذنا عينات من براز الدجاج، اوكي، من 7 ل 8 مزارع، بين عنا انه 97% من البكتيريا الايكولاي فيها هذا الجين اللي بيعمل مناعه للكوليستين، وهو جين متنقل لا يبقى بنفس، يعني بنط من بكتيريا لتاني، وهذا الشيء كثير خطر. يعني شو يعني خطر؟ يعني اذا كان بالايكولاي بنط على بكتيريا تاني، 97% هي نسبة الأعلى عالميا. هلا في دراسة نشرت بهذا الشهر، نشروها فريق من الجامعة اللبنانية بالاشتراك مع جامعة بفرنسا، طلع معهم 27 مزرعة من أصل 32 فيهم هذه البكتيريا اللي فيها الام سي ار. فإذا في نسبة جدا عالية، في عم بيكون في مكان ما في ناس ممكن ما عم تتقيد بالتعليمات، في ناس ممكن ما بتعرف انه لازم تتقيد بالتعليمات، عم تستعمل هذا المنتج وعم بيزيد عندنا البكتيريا اللي عندها مناعه لهذا الكوليستين وعم تنتشر بالبيئه. يعني لما انا بقول لك انه نحن لقيناها بمياه الري بلبنان ب 50% بالجنوب والبقاع، هذا موضوع حساس جدا، وبعض منهم لهدول البكتيريا عملنا لهم تتبع، طلع انه هن دي ار اسوشيتد، بينتموا للدواجن. يعني هذا موضوع خطير، لانه اذا موجوده بمياه الري حتوصل على الاكل، مش بس من السلسله الغذائيه تاعت الدجاج، بس من محلات تانية عم توصل على البحر. نشرنا عن البحر كمان من الاعلى عالميا، وكمان والمفارقه انه هدول البكتيريا اللي عم نحكي عنهم ما بس عندهم مناعه على الكوليستين، عندهم مالتي دراج ريزيستنت، مناعه لمضادات حيويه متعدده. نحن عم نشدد على الكوليستين لانه هو راس الهرم اذا بدك. ليه؟ لانه اذا خسرناه خلص خسرنا كل شيء. يعني انا مش عم بروح اقول لكم وقفوا استعمال المضادات الحيويه كلها بالبلد الى اخره، بعرف انه في حقائق ووقائع على الارض انه ما فينا هيك بكره الصبح نفيق انه ما فينا نستعمل مضادات حيويه. لا، انا عم اقول لكم هذا المضاد الحيوي اللي هو بتقول عنه منظمة الصحة العالمية من الأهمية القصوى عند البشر، هيدا اللي لازم نحن نعمل له استهداف ونسيطر عليه. يعني لما نقول عندنا 30% من أولادنا حاملين هذا الشيء تحت عمر السنتين، وما كنت أتذكر شغلي إنه البكتيريا بجسم الإنسان شو بتعمل؟ بتزيد، وبعدين بتروح عبر البراز، من عبر البراز بتروح على مياه المجارير، ومياه المجارير بتنقلها على البيئة، وبصير في عندك سايكل، في عندك استمرارية بين الإنسان وسلسلة الغذاء والبيئة، وبتزيد وبتزيد. 30% نسبة جدا عالية. يعني لا سمح الله إذا فات ولد عنده هذه البكتيريا اللي هي مالتي دراج ريزيستنت وعنده مناعة للكوليستين، نفس الوقت البكتيريا عندها مناعة، شو علاجه؟ أثبتت التجارب ببلاد تانية انه اذا منوقف استعمال الكوليستين بتربية الدواجن وبتربية الحيوانات بتقل هيدي البكتيريا. يعني مثلا بالصين عملوا نفس الحكي. مع الصين قد ايه اكبر من لبنان، الارقام عندهم اوطى من الارقام اللي عندنا، ومنعوا للكوليستين ونزلت الارقام عندهم. نفس الشيء باليابان، نفس الشيء بالفلبين، نفس الشيء بماليزيا. امريكا ما بيستعملوه بالمره، كندا ما بيستعملوه بالمره، اوروبا في دول ما بتستعملوه بالمره، في بعض الدول باوروبا بعضهم بيستعملوه لعلاج بعض الامراض المعويه المحدده جدا بوصفه طبيه ورقابه شديده بالدواجن، وهذا عليها اعتراض. هن كل 4 سنين بيراجعوهن للتعليمات تاعولن، وصار في اعتراض كبير من العلماء باوروبا انه ليش بعكم عم تستعملوه. عم نحكي عن موضوع، يعني طيب اذا انا عم بطرح سؤال، اذا خسرناه لهذا الانتيبيوتيك ليش؟ لانه نحن عم نستعمله، نحن عم نستعمله ل 3000 شخص بال 2017، هلا يمكن الارقام زادت. اذا خسرناه شو بصير؟ ليش ما فينا؟ ما زال نحن نعرف انه انا تواصلت مع العديد من المعنيين بالامر، هني عم يقولوا نحن ما بحاجه له بزراعه الدواجن. طب ليه ما بنطلع قانون لنمنعه؟ هذا السؤال الكبير اللي انا عم بجرب اطرحه. اذا ما لنا بحاجه، خلينا نطرح هذا السؤال بروفيسور قاسم خلينا نطرح هذا السؤال لدكتور ابراهيم نشوف رايه. دكتور الياس ابراهيم، مثل ما ذكرنا حضرتك مدير الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه. بروفيسور قاسم عم بيقول سؤال يعني واضح وصريح، ليه ما بيطلع في قانون بيمنع استخدام هيدا عقار الكوليستين بحقنه للدجاج؟
هلا اول شيء بس خليني بدي اوضح شغله، انه الكوليستين مزبوط هو كمضاد حيوي، بس هو كمان يستعمل في دول كتير بتسكن تستعمله كجروث بروموتر او للبروفيلاكسيس وفي للتريتمنت. نعم. ذكر الدول هي اللي عم تستعمله مزبوط بالصين وهيك، لانه هن كانوا يستعملوه بشكل كتير فاضح بموضوع كجروث بروموتر، يعني بيحطوه كبروفيلاكتيك لقلب الاعلاف. نحن بلبنان بالقانون حتى بالقرار مش مسموح يستعمل غير للتريتمنت للامراض يلي لها علاقه بالجهاز الهضمي. هلا هو ذكر في محل صار في مخالفات، يمكن بس كمان المواطن عليه مسؤوليه يبلغ طبعا عن هالشيء هيدا، لانه انا بدي بين قوسين بس نحكي عن موضوع المنع مقابله نحن عندنا حدود مفتوحه، وانا ما فيني اقول كل شيء موجود بالسوق هو مستورد رسميا، لان حسب الاحصاءات كميه قليله تستورد من الكوليستين وخاصه البيور يلي مثلا في عندنا مصنع او اثنين للادويه البيطريه بيستعملوه، يعني حتى الكميه اللي بنستوردها رسميا ما بتحاكي هول يعني الكبر المسألة اللي عم بينحكى عنها. هلا لا شك انه في شيء خطوره، بس حتى اذا عم نحكي عن الاتحاد الاوروبي يعني نحن بنعتبره دول مرجعيه، وفي مضادات حيويه يعني كوليستين ميكس مع غيره عم نستوردها من دول اوروبيه اللي نحن ما بنستوردها اذا ما كان معها فري سيل سيرتيفيكيت او شهاده بيع حر بهالبلد. مزبوط في ضبط اكثر، في ترشيد اكثر، بس مش معناتها انه هي الدول منعت، لانه نحن بعدنا عم نحكي عن تريتمنت، نحن عم نشتغل على موضوع تخفيض وترشيد، والداتا بتقول انه نحن يعني صرنا على القليله انجح حتى اذا فينا بنقول من القطاع البشري العالم شوي شوي عم بيطوروا حالهم وعم بيستعملوا اقل، بس هي نفس الوقت بارلل بده يمشي مع يعني تحسين وضع البايو سيكوريتي والبايو سيفتي بمزارع الدواجن ليخففوا استعمال انتيبايوتكس اكثر. بارلل اللي عم نشتغل على شيء لنعمل هالكنترول الزياده هو موضوع الريزيديو، يعني نحن عم نحكي الترسبات لكل الكيميكلز والانتيبايوتكس، وفي يعني مشروع الاتحاد الاوروبي التويننج بروجكت اللي هو موائمه القوانين البيطريه مع القوانين الاتحاد الاوروبي، لا يعني نحط برامج لرصد الترسبات بكل المنتجات من اصل حيواني، هيدا عم بنشغل عليه، هيدا كله بس ما بده كبسه زر. وضع العالم ككل والكورونا جمدت كتير امور. هلا اذا عم نحكي شوي على الدراسه، ليش عم نربط كل شيء؟ يعني اليوم عم بيحكوا عن الاطفال وعن هالامور هيدا، يا ريت هالدراسه بيتشاركوا معنا بيقولوا لنا منين سحبوا وكيف سحبوا اي مزارع، لانه نحن كمان بدنا نشوف ليش بدنا نربط كله له علاقه بالكوليستين. نحن بنشوف هل يا ترى هالمزارع يعني سوء استعمال ماده الكوليستين وفحصها بقلب هالمزارع واي مزارع، يعني معلش نحن اليوم عندنا نعم هيدا انا كمان كان عدد سؤالي كبير من المزارع بلبنان. قاسم قال 27 من اصل 32 مزرعه فيه نسبه عاليه عم وجدوها يعني بالدجاج عم تحقن فيها ماده الكوليستين. هلا عم بنحكى فيها، بس نحن بدنا نقول يعني اول شيء الكوليستين بس عم بيستعملوه كتريتمنت، باي مرحله اخذوا من روس الحيوانات؟ ومش مزبوط اللي طلع بتقرير الاخبار انه ما بعرف حدا حكي انه اخذوا العينات بشكل خاطئ صدر الدجاج، معلش اسمحوا لنا فيها، اخذنا من كذا منتج نحن لنطمن أكثر، وبأي مرحلة يعني نحن عم ناخد روز دجاج من المسالخ يعني بالمرحلة الأخيرة، نحن ما بدنا ناخد بالمرحلة البسطوس بعده صغير عم بيتربى. نحن منفتحين لأي دراسات لأي مناقشات، بس خلينا شوي نكون نوعا ما حريصين على الطريق كيف الطريقة تنحكى، أنه من ميلي وباء قاتل ومن ميلي ما بعرف شو، مع أنه اخر اللي حكى عنه الدكتور قاسم مزبوط انه كل 3 4 سنين بالاتحاد الاوروبي بيراجعوا على الامور هيدي، وحطوا انه نحن ما بدنا نحكي انه بس موجود الجين يلي هو بيعمل انتي مايكروبيال ريزيستنس، بدنا نشوف قديش نسبه انتقاله، وكان انه بعده لهلا لو انسيدنس او لو بعده انتقال من الفود شين يلي له علاقه بالقطاع الحيواني. وبعدين هو مش بس شو تستعمل على الدواجن، تستعمل عند العجول الصغير اللي بيكون بعد تربيته وعند الخنازير باوروبا وبالصين، إذا عم بينحكى بالصين أكيد لأنه في سوء استعمال، عندهم إنتاج هائل من الدواجن ومن لحم الخنازير، كمان كل دول فار إيست. بس نحن إذا أكتر شيء بنعتمد دول مرجعية بنلحق حتى القرارات اللي عنا شو بتنص حتى من اتحاد أوروبي، لأنه بنعتبر أنه هن عندهم مثل ما بيقولوا يعني عندهم لجان أكبر وبيتوسعوا بالأبحاث أكتر، وبس يصير شيء منلاقي أنه نحن كمان حتى قراراتنا موائمة لقالهم كتير، اكيد عندهم كنترول، نحن نتمنى يصير نوصل لهالمرحله اللي عندهم. بس برجع بقول شغله انه نحن كميه استيراد ماده الكوليستين مش هالضخمه،
يعني اذا عم نحكي نحن رسميا بسنه 2020 ما تعدت 3500 كيلو مع الميكس مختلط كله مع بعضه. يعني ما بعرف اذا يا ريت هن المواطن او حتى الابحاث بيجوا بيقولوا لنا عن هالشيء هيدا، شو وين شافوا هالمخالفات او التريتمنت اللي عم بيعالجوا، حتى كان اذا طبيب بيطري وصفها بطريقه خاطئه في طريقه لحتى التنبيه او لعبر نقابته، او حتى الصيدليه البيطريه او الصيدليه العديل ما لها حق تبيع هالدواء هيدا. كل هالامور هيدي بدها تصب بمحل واحد هو ترشيد الاستعمال، ونهايه بس نوصل لانتفاء الحاجه له بينمنع، بس شرط كمان نقدر نوقف يعني بالطرق الغير شرعيه اللي عم بفوت على البلد، وخاصه هون بخوف كتير موضوع البيورات، يعني اللي هي ما تفوت عبر وزاره الزراعه، يمكن عم تفوت بطرق مهربه، وهون بده يكون في شوي يعني العالم تكون اوعى وتبلغ عن هالشغله هاد. بينما يصير بخلال هالسنه الجايه اذا صار برنامج الترصد، يعني عم نحكي نحن الريزيديو بقلب المواد، كل المواد يعني بالدواجن وبالحليب وباللحوم، بصير هون فينا نلحق بغض النظر كشفناه ولا ما كشفناه لهالمهرب او للي عم ببيع، فينا نعرف من اللحم او الحليب او الشيء انه اذا عم تستعمل هالشيء انت، وبيتعاقب او بيتوجه هالمزارع شوي شوي يقدر يخفف استعمال هالمضادات الحيوية. نعم دكتور الياس إبراهيم، أكيد نحن بعد البريك رح نشوف رأي بروفيسور قاسم، مثل ما حضرتك قلت أنه إذا بقدموا لكم هالأبحاث وهالدراسات وبتعاونوا معكم كوزارة الزراعة، أنتم يعني منفتحون لهذه الخطوة على طول. نحن يعني بالعكس ما بحيتنا إلا لحدا، لا يعني صراحة ما نحن عم تعاون حتى مع الجامعة اللبنانية أي شيء، ومع الطلاب الطب البيطر وحتى الطلاب اللي عم بيجوا يعملوا عندنا استاجات، ما بحيتنا إلا لا قدام حدا يعني. نعم نحن طبعا رح نطرح هذا السؤال على بروفيسور قاسم، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأفاضل، نتابع وإياكم حلقة الأسبوع من كلمة سواء تحت عنوان الوباء الصامت خطر يتزايد في لبنان. عن جديد دكتور الياس إبراهيم مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، أهلا بك. ومعنا عبر زوم البروفيسور عصمت قاسم، بروفيسور بالعلوم الجرثومية والغذائية في كلية الأغذية والزراعة في الجامعة الأمريكية وجامعة جورجيا في أمريكا. بروفيسور عصمت، يعني كم دكتور الياس عم بيقول انه هني كوزارة زراعة منفتحين، ما عندهم مشكلة تشاركون اي دراسة قبل ما تم نشرة للإعلام والإعلان عنها تما تكون مجتزأة، شو بتجاوبوا حضرتك؟ أكيد نحن البحث كان منشور لنا بال 2018 لوصل للجرايد حسب علمي لل 2020. نحن حكينا، أنا شخصيا اجتمعت مع ناس من بالثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، كنا بمؤتمرات على بنفس المؤتمر مع بعض مرتين، وحكيت معهم مطولا بهذا الموضوع ونبهتهم على هذه المسألة. مش بس هيك، عبر نحن الأيو بي نحن نتواصل دائما مع الوزارات مختلفة على هذا الموضوع، تم التواصل، الأبحاث موجودة ومنشورة وموثقة، واللي صار هلأ صارت متواترة إنه بطل شخص واحد عم يقول إنه عنا هيك موضوع. بدي بس وضح كم شغلة لدكتور الياس، وأنا أكيد جهده وجهد الوزارة جدا مشكور، بس بالنسبة لقصة الاستعمال للكوليستين بالمزارع ونسبة الرقابة وإنه عم بيجي منتج من عبر الحدود، ممكن أكيد يعني هني بيعرفوا بهذه المواضيع أكثر، ولكن أنا عم بحكي عن مواطن لبناني مزارع لبناني بيروح على شركة أدوية مثلا بده يجيب منتج لمزرعته، بيجي بيقول له خد هيدا، طيب بيطلع فيه هو بيقول أنا طيب ما في قانون مثلا، أنا ما بعرف إذا هذا الكوليستين فيه استعمله ما بستعمله، هذا الزلم يعطاني إياه وهو بيعرف، فبيروح بيستعمله بالمزرعة. هذه بعض أحد المسائل اللي هي مهمة، فعشان هيك لازم يكون في قانون لضبط استخدام الكوليستين وحظره. وبعدين عم بيقول دكتور الياس انه بالنسبه للريزيديوز، بالنسبه لهي المترسبات او الانتيبيوتيك بلحم الدجاج، الكوليستين لا يتم امتصاصه من الجهاز الهضمي، يعني ما بيوصل للعضل،
ما انه ما بيوصل للعضل، اذا رحت انا بدي افحص العضل للكوليستين ما حلاقيه. هلا بغض النظر عن هذه المواضيع كلها، تم نشر بحث باللانست بال 2020، مش من مختبري، من مختبر واللانست مجله جدا معروفه، يقول فيه بالحرف الواحد انه عمل تجربه على مزرعه في لبنان تستخدم الكوليستين للتسمين. مش نحن اللي عم نقول، هدول الموجودين. انا ما عم بقول انه عم انا ما مش هذا موضوعي يستخدم. انا بصدق انه عم بيقولوا انه لا يستخدم للتسمين، ما عندي موضوع. انا سؤالي ليش فيها النسبه العاليه بمزارع الدجاج للام سي ار، لهذا الجين المقاوم للكوليستين وهالبكتيريا المقاومه للكوليستين؟ تعرفوا انه نحن تم عزل لاول مره بالعالم لبكتيريا اسمها بروتيوس ميرابيلس، اللي هي بكتيريا معروف انه بتعمل التهابات بوليه، فيها هذا الجين. يعني صار عندنا مشكله كثير كبيره، وما في عندنا وقت لنقعد انه نشوف شو فينا نعمل. لازم نقدر نضبط الوضع بشكل جدي وحازم. كل ما تاخرنا، كل ما المساله بتتفاقم يوميا، مش بتتفاقم انه سنه بعد سنه. انا السؤال اللي عم بطرحه، ما زال عندنا هذه النسبه العاليه الموثقه علميا والمعلومات موجوده ومتواتره من كذا مختبر بلبنان ومختبرات معروفه. يعني انا لما بيجي بقول انا هذا البحث نشرته بوحده بجورنال كثير معروفه، يعني طبعا ناقشوه ودققوا فيه وكل هالعمليات، يعني وغيري عملوا نفس الشيء. فهذه المشكله الموجوده اللي عندنا اياها بدها حل سريع. انا برايي المتواضع، يعني انه بغض النظر عن انه نفوت انه بحيثيات انه شو عم نستعمله وكيف عم نستعمله، مفروض انه يكون من ضمن الترشيد في قانون بيقول له للمزارع ما تستعمله. لانه كمان تفضل الدكتور الياس قال نحن المعيار عندنا اوروبا، ولكن المزارع باوروبا عندها بايو سيكيورتي، عندها بنية تحتية أفضل بكتير من البنية. يعني هلأ مش إحنا مش عم ننتقد المزارع بلبنان، بس هذا واقع إنه هني عندهم موارد أحسن من الموارد تاعونا. فاستخدام الكوليستين، حتى استخدام الكوليستين بأوروبا لأسباب طبية محددة منتقد علميا وموجودين. إذا هلأ بتطلع على جوجل تطلع بتلاقي الانتقاد العلمي من كذا جهة علمية، وعيتم تراجع أو يتم يراجع الأمر حاليا. ولكن أنا بدي أسأل، إذا مثلا إذا عندنا هذه المشكلة الكبيرة بلبنان، وعلى فكرة تم إثبات إنه هذا الجين ينتقل بسلسلة الغذاء، هذا موضوع متواتر من الشرق إلى الغرب بالأبحاث، إذا عندنا هذه النسبة العالية جدا بلبنان، طيب بأوروبا عندهم قوانينهم، نجي نحن بدنا نقول بدنا نلتزم بالقوانين الأوروبية والمعايير الأوروبية، بينما الحل جدا واضح بالنسبة لنا. على الأقل نعمل خطوة الحظر، ما زال ما هيك هيك ما بنستخدم ما بنجيب منه كثير، مثل ما تفضل الدكتور ياس إنه ما عم نجيب منه كثير. خلينا نعمل قانون حتى الناس توعى إنه يا مزارع يا مين يا فترينري ميديكال دكتور دي في ام طبيب بيطري ممنوع استعماله لهذا. انا برايي الاشياء اللي قالها دكتور الياس هي مسبب، هي ارجيومنت، هي حجه لوقف الهولستين، لانه بسبب الترشيد وانه نقدر نوصل الترشيد لكل الناس بسبب ضعف البنيه التحتيه بعده اسباب، بسبب عدم السيطره على الحدود والى اخره. المهم يعني لازم نطلع على الهدف الاساسي. الهدف الاساسي هو التقليل من هيدا البكتيريا ومن هيدا العامل الجيني اللي كم يعني لبلد فيها 6 مليون بشري. هيدول الارقام مش مقبوله باي معيار. انا ذكرت انه ببلد تانية لقوا عينتين تحركت ثلاث منظمات فدرالية وأعلن دقت ناقوس الخطر، وكلمة وباء صامت هذه الكلمة هي اللي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، مش نحن اللي أطلقناها. ليش وباء صامت؟ لأنه عم بيستشري المجتمعات بتاعتنا وعم بيستشري بشكل سريع وحيضربنا بس نفوت على المستشفيات لنتعالج، عشان هيك بيسموه إن شاء الله. لا بروفيسور قاسم، إن شاء الله لا، يعني لبنان ما بيلحق يخلص من أزمة بفوت على أزمة. هذه الحقيقة. يعني أنا نعم. أنا أنا بحب خبرك، أنا أهلي بلبنان إنه بالثمانينات، أوكي، يعني هني من الفئة الأكثر ضررا،
يعني انا نعم مبسوط انه انا ما بكون عم شارك معكم هذا الحكي، ماني ما ابدا، بالعكس، ما هدول ما اهلي بروفيسور قاسم، واولادي يعني. نحن اسمح لي، نحن بس طبعا ما عم نزيد يعني قلق على قلق اللبنانيين، ولا عم نعمل هلع، حالة هلع ولا شيء. نحن جربنا ندق ناقوس الخطر على بكير، استضفنا حضرتك طبعا دكتور الياس تنستوضح اكثر، تنشوف وين الازمه، كيف ممكن معالجتها. بروفيسور قاسم، هلا حضرتك كنت عم تطرح سؤال غير مباشره، دكتور الياس عم بتقول انه هل من الممكن حظر استعمال هذا الكوليستين، بما انه بروفيسور قاسم بناء على دراسات يعني اجراها من مده، وبناء ايضا على مواضيع سبق وطرحت، هل من الممكن دكتور الياس؟ كله ممكن، بس بدون شغلة. أول شغلة عن موضوع الريزيديو، أنا ما حكيت عن موضوع الكوليستين. نحن ما بنتعاطى بحبة ونقطة بالوزارة، نحن بنحكي in general. يعني نحن حكينا عن كل ترسبات، حتى chemicals مع معدد كتير، وفيك أنتيبيوتيكات تاني غير الكوليستين اللي كمان هي لا تقل أهمية. بموضوع الحظر كله واصلين له، بس مش بهالطريقة. لا أقول لك ليه، نحن عندنا أكترية الكوليستين اللي يستورد هو مخلوط بأنتيبيوتكس تانية. حكي عن موضوع يكون في قانون، نحن عندنا حسب القرارات المرعية الإجراء ممنوع يستعمل، ممنوع يعني يجي المزارع ومين ما كان يبيعه، لازم يكون بوصفة طبية. ما هي بنرجع عم نحكي عن هالموضوع، أنه المخالفة حتكون أنا حذرته ولا ما حذرته، هي الأفضل بالتوعية. يعني نحن اليوم بنرجع بنقول، يعني حكي عن شخص عمل انه عم بيلتثمين، معقوله؟ طب ليش ما اجى حكي انتاج الطيور؟ ليش ما اجى حكي؟ نحكى عن 27 مزرعه او 32 وجد منه 27 بلبنان، في 1200 مزرعه، معلش قولوا لنا شو وين هن. يعني بالنهايه في امور لازم ما فينا نعمم ونحمل كل شيء على قطاع الدواجن اليوم، خلينا نكون بتوين براكس، لانه بالدراسه تبع الدكتور اسمد الاولانيه لما بتذكر رينا النشره بنحكى عن موضوع البيئة، يعني بالمي والتلوث طبعا. وكل هالأمور هيدي، يعني بدنا نفلش الموضوع أكتر لحتى نكون أدق بهالأمور هيدي. معلش يعني كأبحاث سنويا بنشر كتير أبحاث، وكل بحث لازم واحد ياخده على الناحية السيريس أو الناحية الجدية ويتوسع فيه أكتر ويتناقش أكتر، هيدا لحتى الهدف يكون من حلقة اليوم 100%. دكتور الياس، حتى بموضوع الحظر المباشر، نحن بخبرتنا، نحن عم نحكي هلا كإدارة وكشغل على الأرض، لقينا بكتير أمور المنع بجيب ردة فعل عكسية، خاصة يعني نحن إذا عم نشوف إنه في عندك يعني عنا أوقات حدود مفتوحة وفي عالم عم بتهرب كيف ما كان، هون بدنا نكون أكتر العالم هي تساعد. يعني نحن عم نحكي أوروبا، أوكي، ما أوروبا العالم هن بتشتكي على بعض وهن بتقول وين في هالأمور هيدي، بس برجع بحكي انه انا عن موضوع انه ما فينا نكون دغري كمان حمل كل قطاع الدواجن. حكينا عن موضوع البايو سيكيورتي وبايو سيفتي، نحن اذا بنحكي من 10 سنين لليوم قطاع الدواجن كتير تطور، وهيدا السبب انه تخفض استعمال الانتيبايوتكس، مش بس الكوليستين عم نحكي. يعني اليوم في شركات كبيره يلي هي الليدر بتقلكم انه نحن ما عم نستعمله فعليا، يعني كله هيدا عم نوصل لمرحله فينا نقول حظر تدريجي، لبعدين نحن عم نعمل ابديت على طول. مثل ما في انتيبايوتكس ممنوع استعمالها كليا بلبنان، وممنوع استعمله كجروس بروموتر يعني للتسمين، يعني هيدا اللي عمل انه قال في مزرعه وعم بتسمن، معقول يكون؟ عم بيقول دكتور قاسم يمكن لا معقول يكون صح، بس حدا يجي يقول يحكي، يعني مش كل شيء بدنا نعمل انه شفنا وما قلنا. طب مسؤولية مين هيدي دكتور الياس؟ مسؤولية مثلا دكتور قاسم؟ لا، ليش مسؤولية؟ لا، مسؤولية أنا برأيي كل شيء على الأرض يتطبق، مسؤولية المواطن ويبلغ، وإذا الإدارة كمان قصرت مسؤولية الإدارة هي. طبعا، لأنه الضرر عم يلحق أكيد. الكل، عم يلحق عيالنا، عم يلحق مزبوط. أهلينا. نحن مشان هيك عم نشتغل على موضوع ريزيديو بشكل عام، مش بس بموضوع الدواجن، لأنه في أمور نحن ما فينا نحط بوليس على كل شخص، بس نحن إذا كان هالمنتج في شيء نوعا ما لا يقدر يتلاحق وتسجيل، حتى الشركات، حتى كل دواء بيطري موجود خاضع للتسجيل عندنا، يعني اذا نحن بلغنا انه في دواء بيور او شيء معين موجود بالسوق يبلغونا اذا هل يا ترى هو فايد بشكل رسمي ولا لا، وهل الصيدليه من وين جابته لنعمل شويه تريسيبيليتي بالموضوع. طيب. دكتور الياس، هل تلقيتم يعني شكاوى بصفتكم مدير للثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه حول التاثيرات السلبيه لهيدي الفعل اللي عم نحكي عنها؟ صراحة لا، بس نحن عم نشتغل مع الـ WHO والـ OIE، لأنه موضوع الـ AMR موضوع كتير كبير، ومثل ما قال الدكتور إليسار شغلة مينا بسيطة، من مبدأ الصحة الواحدة الـ One Health عم نشغل على كذا خط، خاصة موضوع الـ Antimicrobial Resistance اللي عم بياخد حيز كتير كبير ونعمل كتير تقدم فيه سنتين قبل ما تبلش الكورونا، وكان على أساس في مخططات لإله.
أكثر، مش بس على مستوى لبنان عم نحكي، عم نحكي كل ريجن، مستوى المناطق الحدود حوالينا، حتى من ناحية الاستعمال والرقابة وتريسيبيليتي وكل هالأمور هيدا. دكتور الياس، يعني نحن بنعرف اللحم الأبيض أو الدجاج قد إيه أجسامنا بحاجة له كقيمة غذائية، يعني كمان صرنا بدنا نشغل بالنا إذا هل هاي الدجاجة صحية أو منا صحية. بروفيسور قاسم، سؤال لحضرتك، كنا حكينا عن هيدي العدوى اللي هي بتقاوم المضادات الحيوية وأدوية الالتهابات اللي هو الشيء كتير خطير جسمنا يقاومها، هل تنتقل هيدي العدوى من مصاب بقلب البيت لا شخص آخر؟ يعني هدول الأطفال اللي حضرتكم قمتوا بإجراء الدراسات على البراز تاعهم، هل ممكن هودي الأطفال يعدوا إخوتهم بالبيت أو يعدوا أهليهم؟ هل البكتيريا بتعدي؟ ايه ممكن هذه البكتيريا تنتقل من هول الاطفال لاهلهم ومن الاهل للاطفال. ممكن تنتقل من طفل لطفل حتى مش ضروري بنفس البيت، لانه مثلا خلينا نقول بالحضانه مثلا حدا عم بيغير فضاد بين 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 اطفال، ممكن تنتقل ايه بشكل كثير كبير. وكمان خلينا نقول لما بتنزل هذه البكتيريا لما بجسم الانسان بتتكاثر وبتنتقل، بتنتقل عبر البراز، بتنتقل عبر السلسلة الغذائية، بتنتقل عبر البيئة. والدليل على هيك انه عم نلاقيها بمياه البحر وبمياه الري وبالمخيمات وبمزارع الأسماك يعني وبعد في دراسات نحن ما شاركناها، بعد في عندنا دراسات يعني على هذا الموضوع بعد ما نشرت، واذا لاحظتوا انه ما بحكي على دراسات الغير منشورة، بعد ما نشرت بس الوضع جدا سيء. يعني الوضع ما في، يعني عم بجرب انه لاقي عبارة تانية عشان ما اطلع انه جدا متشائم، ما عم لاقي عبارة تانية. انا قلبي على البلد. حالفت لكم نظركم لشيء، في بكتيريا اسمها اسنتوباكتر، هيدي البكتيريا جدا بكتيريا بتسبب امراض جدا صعبة لا سيما بالمستشفيات. عندنا 17% من هذه البكتيريا صار عندها مناعة على الكوليستين، ونحن لنعالجها نستعمل الكوليستين. ماشي؟ طيب شو حيصير إذا هيدا الام سي ار زاد وزاد وزاد بشكل إنه صار منتشر جدا؟ شو حيصير بعلاج الأسنتوباكتر؟ شو حيصير بعلاج البسودومونس؟ شو حيصير بعلاج الكلابسيلا اللي هن بيسببوا أمراض جدا جدا صعبة عند البشر؟ يعني هذا اللي عم بلفت نظر. وكمان بدي الفت نظر لشيء ثاني صحيح اللي تفضل فيه دكتور الياس، انه هي مش بس موضوع الكوليستين، صحيح، ونحن ما عملنا بس دراسه على الكوليستين على فكره، بس انا عم بشدد على الكوليستين لسبب اهميته. يعني انا في شارك معكم هلا بكل بساطه في لكم مثلا على موضوع الدجاج، ماشي؟ اذا بنطلع على شيء اسمه مالتي دراج ريزيستنس، اللي هو المقاومه للمضادات الحيويه المتعدده، مش الكوليستين، غير مضادات حيوية، 99% من أصل 546 عينة اللي هن كتار كانوا عندهم مالتي دراج ريزيستنت، وهو موجودين والداتا موجودة. وأنا يعني نحن ما بنخبي شيء، بالعكس نحن كتير ترانسبيرنت، نحن كتير شفافين. نحن اللي عم نعمله ما الغرض منه نأذي أي قطاع، بالعكس. أنا مثل ما ذكرت مثل ما يمكن لازم أذكر، أنا اشتغلت مع بقطاع الدواجن برا ببلاد برا 20 سنة. يعني أنا عندي من ناحية الـ AMR، من ناحية المضادات الحيوية، من ناحية سلامة المنتج، يعني أنا بيهمني إنه هذا القطاع يزدهر ويكون قطاع متنافس. أنا ما عم بهاجم القطاع، أنا عم بلفت النظر لموضوع بحاجة لانتباه. انتباه، يعني انتباه سريع. وانا بفهم التحديات الموجوده وبفهم اهميه الترشيد مقابل قانون، ولكن انا كمان متعامل مع ناس، انا مش بس عامل شغل بامريكا وعامل شغل بافريقيا وعامل شغل بالشرق الاوسط، دائما نفس القصه. لما بيجي عند المزارع بيقول لي المزارع طب انا ما بعرف، انه انا ما بعرف من ناحيه انه شو، انا رحت لاشتري وهن باعوني، هن هيدا، انا رحت قلت له انا عندي والله الدجاجه مثلا او ما بعرف البقره الحيوان اللي عندي اياه هيدا عنده هيك هيك هيك، اعطاني هذا البرودكت. طيب انا شو بقول له؟ لا يعني ما بقول له لا، بيجي بيستعمله. ف انا حارجع على هذا الموضوع لانه هيدي النقطه
ايه بروفيسور، هيدي نقطة معلي يعني اعذرني لضيق الوقت، هيدي النقط اجمالا يعني حكينا فيها شوي صارت واضحة. انا بدي اسأل حضرتك سؤال اخير، برأيك وطبعا باختصار بروفيسور قاسم، كيف ممكن نحل هيدي الأزمة؟ كيف ممكن نحد لها حد، نحط لها حد؟ بالنسبة للكوليستين، الحل الأجدى اللي فينا ناخده بكرة هو إصدار منع لهذه المادة، عشان العالم المزارعين يفهموا ويعرفوا انه ممنوع بشكل واضح، مش بشكل انه بس انه يمكن ايه يمكن لا، بشكل جدا واضح بغض النظر عن شو بيستعملوا. ما عندنا البنية التحتية، ما عندنا الريسورسز الموارد اللي لازم يكونوا عندنا. فهيدي اهم خطوه ممكن تتاخذ بالموضوع. وانا بدي الفت النظر انه الدراسات اللي جايه ان شاء الله اللي حتنشر قريبا، دراسات متعدده اللي راح تشاركوها مع وزاره الزراعه. اكيد اكيد. نحن انا اتصلت بوزاره الزراعه قبل ما يعني انا نحن مش بنروح بنقصد الجريده، يعني هيدي مش شغلتنا، انه بيسمعوا عن الدراسه بيجوا هن لعنا. بس اكيد نحن اكيد بنشارك بالوزاره. انا عندي كمان دكتوري بالجامعه الامريكيه معروف، دكتور فران علي، هو استاذنا الكبير، انه معروف تواصله مع بالامور اللي لها علاقه بالدواجن مع الوزاره، ونحن دائما نتشارك بالدراسات، ما عندنا مشكله ابدا في هذا الموضوع، بالعكس نحن بدنا نتعاون. نعم. بروفيسور بالعلوم الجرثومية والغذائية في كلية الأغذية والزراعة في الجامعة الأمريكية وجامعة جورجيا في أمريكا عصمة قاسم، أنا بدي أشكر مشاركتك معنا هيدي الحلقة، وطبعا شكرا على المعلومات القيمة اللي طلعتنا عليها. دكتور إلياس إبراهيم، سؤال أخير لحضرتك، يعني بعد ما اطلعنا عليه من بروفيسور قاسم ودكتورة اللي صار راضي، يعني هناك خوف صراحة بصفوف المستهلكين، كيف بتطمنون اليوم كوزارة زراعة وشو بتوعدون؟ أول شغلة نحن نطمنهم نوعدهم أنه نحن أساساً بلشنا، مثل ما قلت بدي أرجع أكرر أنه نحن مش شغلة جديدة وبلشنا من زمان بهالموضوع هيدا. لحتى نشوف الأمور أوضح لازم يكون نشوف قدامنا الأرقام، كيف كنا كيف صرنا، إن الله راد حنكون بعد أحسن، يعني نحن متجهين لأحسن وأحسن وأحسن. وأكبر دليل هو أكبر دليل على الشيء هو انخفاض استيراد، نحن عم نحكي رسميا انخفاض استيراد حتى الأنتيبيوتكس إن جنرال والكوليستين بحد ذاته. برجع بقول أنا كمان ما بدي حمل قطاع الدواجن، هو قطاع منتج بلبنان، انا نحن محترم ومفتحين على كل الدراسات. الجراثيم ايضا موجوده بالبحر موجود دكتور يعني الياس. يعني حتى ولكن احنا اليوم اخترنا نضوي اكثر مزبوط على وزاره الزراعه وعلى موضوع الدواجن، وحتى هيدا اكيد بكل دوله بيكون في معارضين لقرارات وعالم بتأيدها. اليوم مثل ما قلنا بالاتحاد الاوروبي المثبت باخر ادفايس او اخر نصائح عندهم انه الانتقال من ما راح أقول لحوم دواجن حتى المنتج من أصل حيواني بعده قليل جدا، في أمور كتير بتنتقل هوريزنتل، يعني عم نحكي دغري مباشر أو احتكاك مثل ما قال دكتور قاسم بالمياه بالمجارير بهالأمور هيدي كلياتها. نحن قدر مستطاع عم نشتغل ونطمن المستهلك أنه بعدنا وضعنا يعني ما بعتيد هالقد سيء، وشوي يعني خلينا شوي ندعم قطاعاتنا بطريقة إيجابية لحتى نقدر نكفي، خاصة بهالوضع السيء اللي عم نشوفه الوضع الاقتصادي، وأثبت أنه الأمن الغذائي ليكون عندنا إنتاج وطني. نعم. من هالناحية هيدا. نعم. دكتور إلياس إبراهيم مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، يعطيكم العافية طبعا، ونحن متشكر حضورك معنا اليوم بهيدي الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا، يعني قد نكون زدنا على أوجاعكم وجع إضافي أو زدنا على أسباب قلقكم سبب آخر، ولكننا يعني عم نحاول نضيء على المشكلة عم تواجه اللبنانيين أهلنا، فحاولنا أن نرفع الصوت ونحرك الضمير في المسؤولين على أمل أن لا يصيب أحد أي مكروه. دمتم بخير، إلى اللقاء.